هيتكلموا يقول لك ايه حجم الدين بتاعكم زاد. طيب هو انت ليه، وانا هسيب الدكتور معايا يتكلم في النقطه دي ان سمحت لي، يعني انت ليه مش عايز تدفع تكلفه اللي عملته في 2011 و2013؟ هو اللي انت عملته ده مش كان ليه تاثير مدمر على اقتصادك؟ انا بقول كلام لا صحيح، مش كان ليه تاثير مدمر على اقتصادك؟ مش لا مؤاخذه، لما جينا نحسب الرقم ده لان دخلنا في 450 مليار دولار، هو احنا يعني الدولارات عندنا كده عشان نخسر 450 مليار دولار في 3 4 سنين؟ ده كان ده كله ده على حساب مستقبل مصر وحاضرها. انا بقول لكم عشان تبقوا في الصوره يا جماعه، ما دام انتوا عملتوا اجراء كلنا مع بعضنا بقى نستحمله، مش حد يقول لك ايه لا احنا نطلع نعمل اجراءين ونرجع البيت ويلا كملوا انتوا، اعملوا انتوا بقى حلوا لنا المساله. لا احنا بنحل المساله مع بعضنا، احنا بنحل ايه المساله مع بعضنا، وانا بقولها لكل المصريين. ما تقوليش بعد ما تعمل اللي عملته يلا خلصت من الموضوع، لا احنا هنخلص الموضوع مع بعض وهندفع تكلفته مع بعض.